يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. وقلنا إن هذه الألوان من العبادات سيستطرد فيها المصنف بذكر شيء من أدلتها اليسيرة، وعلى طريقة المصنف في هذه الرسالة فإنه يكتفي بذكر دليل واحد أو دليلين فقط من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصنف رحمه الله بدأ ألوان العبادة التي ذكرها بأعظم أنواعها، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي فسأله عن الإسلام فقال: ما الإسلام؟ ثم سأله عن الإيمان: ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وكل في كل مرة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة جبريل، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وأجاب عن الإيمان وأجاب عن الإحسان في حديث جبريل المشهور الطويل. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه هي مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. ولما كان المصنف رحمه الله تعالى سيستفيد في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان بعد ذلك ويذكر مراتب الدين هذه بشيء من التوسع، فإنه أرجأ الكلام عليها إلى حينها وركز في الاستدلال لألوان العبادات الأخرى التي ذكرها من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. قال: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يعني من صرف شيئا من هذه الألوان من العبادات التي ذكرها المصنف كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك فهو مشرك كافر. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، مثل يعني أن يدعو غير الله تبارك وتعالى من الأموات أو الغائبين أو يرجوهم أو يخاف منهم أو يتوكل عليهم أو غير ذلك، على تفصيل سيأتي معنا في حينه. لكن المصنف يذكر بشكل عام أن من صرف شيئا من ألوان هذه العبادات فهو مشرك، فهو مشرك، ويقصد هنا الشرك الأكبر. فقال: فهو مشرك كافر. مشرك كافر لأنه أشرك مع الله غيره، وكافر لأنه جحد حقا لله تعالى فصرفه لغيره. وقلنا أن أصل الشرك هو التسوية بين الشيئين، فلان شريك فلان، يعني إيه؟ يعني هما متشاركان في عمل ما، في تجارة، في صناعة، في شيء، مش كده؟ قلنا أن أصل الشرك هو التسوية بين الشيئين، مر معنا هذا الكلام.
أصل الشرك هو التسوية بين الشيئين، بخلاف الكفر. الكفر أصله من الكفر، وهو الستر والتغطية. فالشرك هو جحد حق من حقوق الله عز وجل، فصرف شيء من حقوق الله عز وجل لغيره يعتبر جحد لحق من حقوقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف فهو مشرك كافر. الكفر أصله من الستر في اللغة، الكفر في اللغة من الستر والتغطية، من الستر والتغطية. وفي قول الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، في أحد التفسيرين لهذه الآية الكفار هنا اللي هم إيه؟ الزراع، لأنهم بيعملوا إيه؟ يجعلون الحب في باطن الأرض فيغطون الحب، يكفرون البذرة في باطن الأرض فسموا كفارا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. فعلى أحد التأويلين في هذه الآية أن المراد هنا أن الله عز وجل يضرب مثل بهؤلاء الزراع. فالكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والكفر في الشرع هو ضد الإيمان. وقلنا أن الكفر جحد حق من حقوق الله عز وجل بصرفه لغيره، أيضا هذا كفر. وزي ما قلنا الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أيضا الكفر، أيضا الكفر. طيب، من العلماء من يفرق بين الشرك والكفر ويقولون أن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. ومن العلماء من يقول أنه الأمر سواء، طالما أو يعني حيثما ذكر الكفر فالكافر مشرك والمشرك كافر ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. واستدلوا بكتاب الله سبحانه، من كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فذكر هنا الكفر وذكر الشرك. ولذلك أيضا مما استدل به المصنف وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الإيه؟ طب وهو ترك الصلاة في تسوية غير الله بالله، الترك في تسوية عشان نقول عليه شرك؟ فإذا المسألة واحد، سواء قلنا مشرك أو كافر يبقى إيه؟ واحد، مشرك كافر الاثنين واحد. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه رواية الحديث هكذا. طب يبقى هو ترك الصلاة أصلا ليس فيه إيه؟ تسوية لغير الله بالله، ولذلك يطلق الكافر على المشرك والمشرك على الكافر. المصنف أيضا هنا استدل اقرأ معي الآية، قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن هنا سمى الله عز وجل دعاء غيره، دعاء غير الله سبحانه وتعالى إيه؟ كفرا. لا، إنه لا يفلح الكافرون. ركزوا معي، قال إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون. في سورة فاطر قال إيه؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون به ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاء غير الله عز وجل سماه إيه؟ شرك. وفي الآية اللي معنا ديت في سورة المؤمنون سماه إيه؟ كفر. ولذلك المصنف يستدل بهذه الآية على إنه دعاء غير الله كفر، مع إنه إشراك مع الله سبحانه وتعالى غيره وهكذا. المهم انك تفهم، يعني دعك من هذا الخلاف الان، يعني المهم انك تفهم انه 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 تفهم يعني ايه لما تفرق بين الشرك والكفر. تقول الشرك فيه تسويه، انا عايزك توصل لدي، مش عايزك تدخل في الخلاف قوي، يعني مساله الخلاف مش هتعنيك دلوقتي، ممكن في المراحل المتقدمه تعرف هذا الخلاف وتعرف السياق القراني كيف يعني يتوجه ونحو ذلك. لكن المهم انك تعرف دلوقتي ان الشرك عباره عن ايه؟ تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء كانت من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات.
وده مأخوذ من معنى الايه؟ من معنى الشرك. والشراكة يعني ايه؟ الشراكة اتنين بيشتركوا خلاص. طب الكفر بقى جحد حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. الكفر ضد الإيمان، واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طبعا الشيخ العثيمين عندك ذكر مسألة لطيفة جدا، وهي مسألة، وهو الشيخ يعلق على قول الله سبحانه وتعالى: لا برهان له، لا برهان له به. ومن يدعو إلها آخر، إنسان بيدعو غير الله سبحانه وتعالى، يتخذه إلها، سواء سماه إله أو لم يسميه إله، واحد واقف قدام السيد البدوي ولا قدام الدسوقي أو الحسين أو كذا أو كذا ويدعوه، خلاص هو كده اتخذه إله، صح ولا لا؟ حتى لو هو قال لا 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 إله إيه، أنا متخذش ده، لا، ما هو الدعاء أنت صرفت شيئا من العبادة، أنت تعظمه حتى سألته أشياء لا تنبغي إلا لله، سألته الشفاء، سألته الرزق، سألته أن تحبل المرأة، أو سألته أن تتزوج البنت، أو سألته كذا أو كذا أو كذا، أشياء هذه لا تصرف إلا لله. فالدعاء غير الله عز وجل شرك. طيب، ده هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف هنا، هناك وصف لهذا الذي يدعى من دون الله، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الشيخ ابن عثيمين عندك بيقول إيه؟ يقول: هذه صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه كلام الشيخ ابن عثيمين ده؟ يعني يقول لك: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني إذا كان لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني ربنا يعني ينتقم منه يوم القيامة. طب وإذا كان عنده برهان يبقى خلاص ما فيش عليه وزن؟ لا، مش ده المعنى المقصود، مش ده المقصود. ولذلك الشيخ بيقول إيه؟ بيقول إنها مش صفة مقيدة، يعني مش ده تقييد، إذا كان هو في حالة إن ما عندوش برهان هيتعاقب، وإذا في حالة إن عنده برهان هيتعاقب، لا، هو أصلاً ما عندوش برهان. فده اسمها إيه؟ صفة كاشفة بتكشف حقيقة الإيه؟ هذا الذي يزعم أنه إله، واضح؟ صفة كاشفة، صفة مبينة، صفة توضح هذا الذي يعبد من دون الله عز وجل إلهاً، وهو ليس له على هذا الإله برهان أصلاً. واضح ولا مش واضح؟ لسه مش واضح. هي صفة كاشفة. يعني إيه صفة كاشفة؟ صفة لهذا الرجل الذي اتخذ من دون الله إله. واحد واقف بيدعي الدسوقي، هل له برهان على الدسوقي ده أنه هو إله؟ عمره ما هيقدر يأتي، لا يستطيع أن يأتي ببرهان، مش كده؟ صح ولا لا؟ لن يستطيع. إذن هذه ليست صفة مقيدة، بمعنى أنه لو كان عنده برهان هيتعاقب، ما عندوش برهان لا، هذه صفة كاشفة تكشف وتوضح حالة هذا الرجل الذي يدعو من دون الله عز وجل، بتوضح حالة كونه أو يعني هو بيدعي، صفته، صفة هذا الرجل أنه لا برهان له على أن هذا الذي يدعو إله من دون الله. واضح؟ طيب، لأنه لا يمكن أن يأتي ببرهان أبدا، لا يستطيع أن يأتي ببرهان، لا برهان له به عند ربه، فيسمونها في اللغة صفة كاشفة، توضح أنه على ضلال. نعم، أحسن، توضح أنه لن يعني يستطيع أن يأتي ببرهان على إيه؟ على أن هذا إله، وعلى على أنه يجوز أن يدعوه من دون الله عز وجل. فالوصف الكاشف ده بيبين إيه؟ بيبين الواقع، بيبين واقع الحال. هذا الصفة الكاشفة تبين واقع حال هذا الذي يعبد من دون الله أو يتخذ من دون الله عز وجل إلها. طيب، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طبعا كلمة برهان هنا، البرهان هو الدليل، وفي الحقيقة إذا قلنا البرهان هو الدليل هذا من باب التقريب، من باب التقريب، وإلا البرهان أقوى من الدليل وأقوى من الحجة. كلمة برهان أقوى من الدليل وأقوى من الحجة، ولذلك هنا قال الله عز وجل: لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني مش لا دليل ولا حجة، لا، ولا لا برهان له به، هذا مبالغة في الإيه؟ في 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 الإبعاد، إنه لن يستطيع إطلاقا أن يأتي بإيه؟ ببرهان، بدليل، بأي شيء يعني يسوغ له دعاء هذا الإيه؟ المقبور أو الولي أو كذا أو كذا من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. سبحان الله، فإنما حسابه عند ربه. حساب هذا الذي دعا من دون الله عز وجل، حسابه عند ربه. إيه هو الحساب؟ فلينتظر، فإنما حسابه عند ربه. وعيد شديد جدا، قمة ما يكون من الوعيد. فإنما حسابه عند ربه، سيلقى عند الله عز وجل حسابا الله أعلم به. إنه لا يفلح الكافرون، هذا الحساب الذي سيلقاه عند الله عز وجل يوم القيامة لا فلح معهم. ثم وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف هذا الذي يتخذ من دون الله، يدعو من دون الله ندا، وصفه بإيه؟ بالكفر. ونفى الفلاح عنه، ووصفه في النهاية بالإيه؟ بالكفر. ونفي الفلاح عنه يدل على هلاكه وأنه من أهل النار. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. من هنا بدأ المصنف رحمه الله، يعني يبدأ المصنف هنا ب الحديث عن الايه، عن الدعاء اللي هو بدأ به في ومنه الدعاء والخوف والرجاء. فبدأ المصنف رحمه الله هنا بالدعاء، الحديث عن الدعاء، عن الدعاء كنوع من انواع العبادة. وهذا هو النوع الأول الذي ذكره المصنف. والحقيقة أن هذا الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، ويغني عنه الحديث الآخر، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال: اقرأوا إن شئتم، أو تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء إيه؟ عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولا شك إن معنى الحديث صحيح، الدعاء مخ العبادة، ده المعنى صحيح، وإن كان الحديث ضعيفا، لكن إحنا نستعمل الحديث الصحيح ونتحدث به ونرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء هو لبه وخلاصته، وبالتالي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فالدعاء مخ العبادة، صح ولا لا؟ طيب، احنا مر معنا قبل ذلك وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، لعلنا تطرقنا الى هذه المساله، ان الدعاء على نوعين: دعاء عباده ودعاء مساله، دعاء العباده ودعاء المساله. اما دعاء المساله ويسمى دعاء الطلب، ويسمى دعاء الطلب، فهو الدعاء الذي يتضمن سؤال الله عز وجل والافتقار اليه واللجوء اليه لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشيخ ابن عثيمين ذكره عندك، ذكر نوعي الدعاء عندك، لكن أريدك أن تهتم بها، مسألة نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. إيه هو دعاء المسألة وإيه هو دعاء العبادة؟ دعاء المسألة أن أنت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى بشيء، عايز أنت طالب شيء معين، منفعة لك أو دفع مضرة. منفعة زي إيه؟ اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم تسأل ربنا سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، تمام؟ سواء كنت حتى تطلب، يعني أسألك مثلا أن توفقني في الوظيفة الفلانية، أن توفقني في عملي أو في تجارتي أو في كذا أو كذا، ده اسمه طلب. طلب إيه؟ طلب نفع، مش كده؟ وقد تسأل الله سبحانه وتعالى دفع ضر نزل بك والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، مثلا مرض أو نحو ذلك، أو فقدت شيئا مالا أو كذا أو كذا، فتسأل الله سبحانه وتعالى، صح؟ اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أو نحو ذلك من إيه؟ من مسائل دفع المضرات. فإما أن يكون جلب نفع أو مصلحة، وإما أن يكون دفع مضرة. هذا مفهوم دعاء الإيه؟ دعاء المسألة، دعاء المسألة. دعاء العبادة أهم. دعاء العبادة المقصود بكل عبادة أنت تعملها لله سبحانه وتعالى. طب ليه سميناها دعاء؟ لأنها تتضمن طلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وضحت؟
مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة كلها من أولها لآخرها دعاء، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى في الصلاة أو تثني عليه خيرا أو كذا أو كذا. ليه إحنا بنقول الصلاة داخلة في دعاء المسألة في دعاء العبادة؟ ليه قلنا دعاء العبادة يشمل جميع أنواع ألوان العبادات؟ ها؟ لأن الألوان العبادات كلها، يعني مثلا أنت صايم، صايم ليه؟ تطلب من الله عز وجل إيه؟ الأجر والثواب، صح ولا لا؟ تطلب من الله عز وجل المغفرة، يمكن واحد أحدث ذنب وأراد أن يصوم عشان يكفر عن هذا الذنب، صح ولا لا؟ يبقى أنت طالب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يغفر لك هذا الذنب. إنسان أحدث ذنبا فقام فتوضأ ركعتين وصلى لله عز وجل كما في الحديث، وسأل الله سبحانه وتعالى في الصلاة: يا رب اغفر لي وارحمني، توب علي وكذا وكذا، أسأت يا رب وقصرت وكذا، وجعل يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. هو الصلاة دي كلها كان بيعملها ليه؟ طالب إيه؟ طالب مغفرة الذنب، طالب أنه يعمل عمل صالح، حسنات تمحو السيئات. فعشان كده قالوا إيه؟ دعاء، دعاء نوعين: دعاء مسألة مباشر، اللهم أعطني، اللهم كذا، اللهم اصرف عني، سواء كان جلب المنفعة ودفع مضرة، أو يكون الدعاء أعم من ذلك اللي هو جميع ألوان العبادات، وسموه دعاء العبادة، اللي هو داخل في كل أنواع العبادات، لأن العبادات دي كلها أنت بتعملها ليه؟ تطلب أيضا جلب منفعة أو دفع مضرة، تطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، أو أن يصرف عنك إيه؟ السوء، أن يغفر لك أو نحو ذلك. خلاص؟ ودايما أشبه لإخواننا، أشبه لهم أو أضرب لهم مثل بإيه؟ أنه أنت أحيانا ترفع يدك كده تقول إيه؟ اللهم اغفر لي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وتسأل الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، كل ده إيه؟ مسألة. طب ولو قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء برضو، صح ولا لا؟ مش دعاء هو بس إيه؟ دعاء ثناء، دعاء ثناء، مفيش مسألة، صح؟ تطلب إيه؟ تطلب منه الأجر. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما فيهوش أي طلبة. خلاص انتهينا من مسألة دعاء العبادة ودعاء المسألة، بقيت لنا مسألة واحدة بس أحب أن أنبه إليها. مسألة إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نفهم من كده إيه؟ لا 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 لا، خلاص، ما احنا قلنا الدعاء هو العبادة، قسمناها دعاء مسألة ودعاء عبادة. أنا عايز أنبه على مسألة مهمة جدا، عايزك تحتسب ده وأنت بتدعي، إنه وأنت بترفع إيدك، طول ما أنت رافع إيدك كده أنت في عبادة، يعني أنت عمال تاخد حسنات بصرف النظر عن أنت بتقول إيه. يعني أنت بتسأل، يعني سواء تعطى هذه المسألة، مش أنت بتقول إيه يعني بتخرف لا أقصد هذا، يعني أقصد بصرف النظر عن أنت تثني على الله عز وجل في دعائك فقط، أو تطلب مسألة، أو ترجو من الله عز وجل دفع ضر أو كذا. يعني عايزك تحتسب وأنت رافع إيدك إن أنت في عبادة، زي اللي صايم كده، واحد صايم وراح شغله بقى وطلع وراح اشترى حاجات من البقالة، وبعدين رجع وعمل وراح يوم كامل، صح؟ انت مش اثناء اليوم الكامل ده تجري عليك حسنات من بعد من طلوع الفجر، بداية صيامك، لغروب الشمس، نهاية صيامك، صح ولا لا؟ هو انت في الدعاء ده من اول ما ترفع ايدك لحد ما تنزلها انت في حسنات، انت في اجور تكتب لك. خلاص؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله عز وجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء بمثلها، أو يصرف عنه من السوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت داير ما بين أنت كسبان كسبان، داير ما بين واحدة من الثلاثة دول: إما أن أنت تعطى سؤالك، أو يصرف عنك من السوء بمثلها، أو أحسن حاجة خالص إن ربنا يدخر لك ده لفين؟ في الآخرة. خلاص انتهينا من قال المصنف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني حقيرين، ذليلين، صاغرين، جزاء لهم على استكبارهم. خلاص؟ طيب، هذا هو الدعاء، وهذا ايه دليل الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، واقتصر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية. قال: ودليل الخوف. سنمشي معك المصنف بقى ايه نوع من انواع العبادة. يقول: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. بس كده
ده في آيات كتير جدا بتكلم عن الخوف، لكن هو اكتفى بالإشارة بهذه الآية. قال ودليل الرجاء قوله تعالى ويذكر لك آية خلاص، وبعد كده يدخل في التوكل، ودليل التوكل يذكر النوع من أنواع العبادة ويذكر آية واحدة على هذا الذي ذكره. أما الخوف فالخوف شعور داخلي، انفعال يحصل عند الإنسان عندما يتوقع ضرر أو شر أو هلاك أو شيء سيلحق به، مش كده؟ هذا هو معنى الخوف. الخوف شعور داخلي، انفعال يحصل عند الإنسان. الخوف هذا من أعلى مراتب الإيمان كما قال العلماء، من أعلى مراتب الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا صرف هذا الخوف لله سبحانه وتعالى ولم يصرفه لغيره، إذا صرف هذا الخوف لله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الله سبحانه وتعالى يعني صفة هاتين الجنتين يعني أوصاف جليلة جدا في سورة الرحمن. فهذا الخوف هو يعني كما قال العلماء الخوف هو صوت الله عز وجل أو واعظ الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن، يرد الله عز وجل به الشارد أو الشاردين من عباده. الخوف يعني كما يقول تقول الحكمة من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. كل إنسان يحس بأمان واطمئنان والمسألة ما فيش هيعمل اللي هو عايزه، ما فيش عقوبة، يسيء. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا المرتبة، هذه المرتبة العالية من مراتب الإيمان مرتبة الخوف. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإنسان المؤمن يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعظم هذا الخوف في قلبه. والله عز وجل أراد أن يخوفنا ونخوفهم كما في سورة الإسراء ونخوفهم، فأراد الله عز وجل أن يخوف العباد، وده شيء مقصود. ليه؟ عشان ما يبقاش محبة بس، ما يبقاش رجاء بس، تبقى المسألة فيها اعتدال في قلب العبد المؤمن، في خوف وفي رجاء وفي محبة تقود إلى الله سبحانه وتعالى. فالخوف ده مهم جدا. الإنسان اللي يقول لك ده ما تقعدش بقى تكلمني عن القبر وتقعد بقى تخوفنا وكلام، سيبك من الكلام ده يا عم، انتوا مالكوا كده مكتئبين ورسمين على وشكوا كده ال111 لا، ده هو ربنا عايز يخوفك. ربنا سبحانه وتعالى عايز منك العبودية دي، عبودية الخوف. وإلا لو أنت خلي بينك وبين المعصية وأنت مش خايف هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ ستقع في المعصية. إيه اللي بيردع الإنسان عن الوقوع في هذه المعاصي؟ الخوف من الله عز وجل. ولذلك كان الواحد من السلف، من فقه بعض السلف، إنه كان إذا اقترب بس من معصية يتذكر ويقول الله مطلع علي، الله ناظر إلي، دي توقفه، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. كنا نتكلم عن الخوف، عبودية الخوف أو عبادة الخوف. قال المصنف ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن الآيات في الخوف كثيرة جدا، كمثل قول الله عز وجل سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآيات في الخوف كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الخوف هو صوت الله عز وجل في يعني صوت الله عز وجل يؤدب به الشاردين من عباده، وهو واعظ الله عز وجل في قلب العبد المؤمن يعني يحجبه ويحجزه عن محارم الله عز وجل. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وقلنا إن الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وقال الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب من أنواع الخوف قبل أن ندخل في أقسام الخوف اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عندك في الشرح، قبل أن ندخل في أقسام الخوف وهي مهمة جدا، العلماء يفرقون بين الخشية والخوف. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية أخص من الخوف لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله عز وجل. الخشية تكون مقرونة بالعلم، مقرونة بمعرفة الله عز وجل.
قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية مقرونة بمعرفة الله عز وجل، ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم له هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الحديث متفق عليه. طيب خلاص فهمنا الفرق بين الخشية والخوف. بقيت لنا مسألة واحدة ربما هي أهم مسائل، يعني من أهم المسائل فيما يتعلق بدراستنا. خلاص هو ركز معايا، المسائل دي مهمة جدا، مسائل الخوف والرجاء والتوكل، لأن فيها أقسام وكثير منا يتعرض لمثل هذه الأمور ولا يدري إن كان هذا الذي وقع فيه مثلا من الخوف شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا هو مجرد ذنب من الذنوب، ولا ما فيهوش حاجة خالص ليس فيه شيء. فالتقسيمات هذه مهمة جدا لأنها مسائل عملية. خلاص مسائل عملية أنت تتعرض لها. فالعلماء يقسمون الخوف إلى أقسام، فمنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى أربع أقسام. لكن إذا أخذنا الأقسام المفردة يعني أو المفرودة أو يعني أقصى نوع من أنواع الأقسام، حتى تستطيع أن تميز بين هذه الأقسام. الشيخ عندك الشيخ ابن عثيمين ذكر كم نوع؟ ثلاثة. جميل أوي. لو قسمنا الخوف، طب اكتبهم انت بقى شيء من التنسيق كده والترتيب في هامش الكتاب عندك. اكتب النوع الاول خوف السر، خوف السر بين قوسين خوف السر، السر نعم اقسام الخوف. القسم الاول النوع الاول القسم الاول خوف السر، اكتب بين قوسين كده خوف التأله والتعبد والتقرب. وهضرب لك مثل على كل واحد بسرعه كده في الخمس دقائق اللي هو الشيخ سيد سيبهان دي. ماشي ليه؟ خوف التأله والتعبد والتقرب. ثالث الخمس دقايق اصلا خلصت. طيب ايه خوف التأله والتعبد ده؟ عارف انت الخوف لما يكون خوف فيه نوع من العباده، زي ايه؟ زي واحد مثل واحد ايه هتقفلوا علينا؟ طيب عارف لما واحد متعود ينزل للسيد البدوي، او مثلا يعني نذر، او متعود يذهب في المولد اللي فات ده صلى الله عليه وسلم قال لا يعيده مره ثانيه، عارف لو ما راحش المولد يحصل ايه؟ قاعد متوقع خايف لحسن هيصيبه ضرر في بدنه او في نفسه او في ولده او في زوجته، او هيفقد المال اللي معاه، او هيحصل له مصيبه اللي هو زي ما بيقولوا كده يجيله ويحط عليه. هو ايه اللي يجيله ويحط عليه؟ محدش عارف، بس هو كده وخلاص، صح ولا لا؟ خايف. هو ده مش خوف تعبد؟ هو مين اللي يملك النفع والضر؟ هو خايف ان هو حتى لو مرض يقول لك شفت، ما انا عشان ما روحتش السنه دي خلاص، يفقد ماله وهو ماشي في الطريق يقول لك شفت الفلوس اللي كنت هروح اركب بيها المواصلات عشان اعمل مش عارف ايه، الفلوس اللي كنت نذرت بيها النذر عشان احط الشمعدان في المقصوره ولا كذا ولا كده. هو ده مش خوف تعبد؟ خوف تعبد ليه؟ لانه هو خايف انه يصيبه بمكروه، وهو ميت وغائب ما يملكش المكروه ده اصلا، صح ولا لا؟ فهذا مثل من الامثله. يبقى النوع الاول خوف الايه؟ خوف السر. النوع الثاني خوف المحرم. الخوف المحرم ايه هو الخوف المحرم؟ الخوف المحرم انه الانسان يترك شيء واجب عليه خوفا من الناس. خوف محرم، ده خوف محرم. النوع الاول شرك اكبر، خلي بالك. النوع الأول خوف السر، ده خوف السر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. خلاص. النوع الثاني خوف محرم. أن يترك الإنسان ما يجب عليه، ما يجب عليه خوفا من الناس. أضرب لك مثل، واحد ماشي مع أصحابه والأذان أذن، المفروض يدخل يصلي، هيقولوا عليه ايه؟ ده متشدد ومتزمت وراجعي، ترك الصلاه، فوت الصلاه في المسجد خوفا من ايه؟ من الناس. ليه؟ لانه لو قال لهم انا داخل اصلي، وانت كل مره تدخل تسيبنا في بره في الكافيتيريا ولا في الكليه ولا في كذا وتقول لنا رايح اصلي، شكلك كده ارهابي.
طالما بتصلي متعود على الصلاة كده يبقى أنت إيه؟ فخاف فترك الإيه؟ ترك الصلاة خوفا من إيه؟ وترك واجب خوفا من الناس ولم يخف من الله سبحانه وتعالى. كان حقه أنه يخاف من ربنا سبحانه وتعالى أنه إيه؟ يعني له بالعقوبة أنه يأتيه شيء في لو هو تصور كده أنه ممكن تحصل له حاجة، لو تصور أنه ممكن يقبض وهو قاعد مع أصحابه مثلا على الكافيتيريا أو ماشي معهم في الشارع بيتفسح أو كذا أو كذا أو كذا ومصلاش ولقي الله وعمال يحسب الحسابات دي يقول أنا سألقى الله عز وجل ما صليتش صلاة المغرب فاتتني صلاة المغرب عشان أنا خفت أدخل أصلي يقولوا عليا كذا، كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ لو هو خاف من دي عمره ما يعمل كده، سيدخل إيه للصلاة، سيترك هؤلاء الناس ويدخل يرضي رب الناس سبحانه وتعالى ولا يخشى الملامة ولا العتاب. النوع الثالث الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي واحد طلعت له حية هتقول لي لا أنا بخافش إلا من ربنا، لا يا عم خاف لأن ده خوف طبيعي خلاص كده. فأوجس في نفسه خيفة موسى، صح؟ خاف ليه؟ لأنه خاف من شيء إيه؟ حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فخاف فجري. فده خوف إيه؟ خوف طبيعي. النوع الرابع الخوف الوهمي. إيه الخوف الوهمي؟ واحد بقى بيخاف من العفاريت، واحد طلع السلم فمرعوب، مرعوب من إيه؟ مش عارف. ده اسمه خوف وهمي، خوف وهمي. وده يدخل فيه الجبن، يدخل فيه الجبن الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوكل على الله عز وجل والإيمان في القلب يدفع هذا الخوف من القلب. هذه مراتب الخوف. نعم، الخوف الوهمي إذا استطرد فيه الإنسان بحيث أنه يعني ارتقى إلى يعني هو كخوف وهمي هو مذموم، يعني الخوف الوهمي مذموم، وإذا توكل على الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه هذا الخوف. هو مش خايف من حاجة معينة، هو خوف وهمي اضطراب في القلب نتيجة الظلام أو نتيجة كذا أو كذا، عدم شجاعة خلاص. وهذه من سفاسف الأخلاق، والله عز وجل يعني لا يحب يعني سفاسف الأخلاق ويرضى لعباده بمكارم الأخلاق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو كما قلنا يدخل في الجبن الذي تعاذى منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الجبن والبخل. لا شك أن صفات المذمومة دي كلها يعني نقيصة عند العبد المؤمن، أن يكون بخيل أو أن يكون جبان أو كذا أو كذا أو كذا. هل يشترط رفع اليدين في الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحواله يرفع يديه، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يرفع يديه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. معذرة الشيخ.